الغلا كاين الغلا وهذا الشيء الناس ما خداماش راه الله يحسن العوال لا حول ولا قوه الا بالله ما راه هذا الشيء بزاف بزاف ما بالنسبه بحال الكارديانات كان كيديرنا 3 دراهم الناس عارفين ما خدام ولا 5 دراهم فين ما مشيتي ناقصين عليهم هاد البوطوار هما كينقصوا عليهم ما كاينش الخدمه وكيزيدوا في السلعه كنجي من الهراويين وديما كنجي ولاني اثمنه طالعه بزاف واثمنه كلها وثمانه كل الخضره على وجهها على وجه الخضره كاينه خضره 600 كاينه ديال 80 كاينه ديال 40 كاينه ديال 60 كله المستوى ديالو كله علاش يمشي على قياس برادك انا مذكوري هذا ربيع مذاكره انا فلاح ربيع كنجيبو من البحيره مره يكمل نشري مره كنجيبو من البحير كنشري مع عباد الله وداك الشيء ربيع مزيان بلدي محلو زين كنجيبو للسوق كنبيعو الجمله وشي اللي ما شاد كنسكتو ناس بخلطه مجدبه من الدار البيضاء من السبت من مديونه جميع النواحي الثمن مناسب حيت وقت دابا ناقص شويه الثمن مناسب ربيع طايح شويه الثمن قليل شويه الثمن ما كاينش تميز بالجوده ديالو السلعه الناس يجيو ليه من الاحياء ديال الساكنه ديال السوق والناس ديال الدار البيضاء والناس كلشي تيجيو لهنا تي سوق اسبوعي والاستطاعه ديالهم كل واحد الناس الدراويش يجيو يتقداو من على قد الحال ديالهم وصافي تبيعوا الليمون عصير ليمون والناس اللي حتشو تيجيو ياخذوا الليمون 160 دفع 8 دراهم ها يلقوها في السوقية وفين قاعد الأثمنة كاينة في السوق هنا في السوق أسبوعيا الأثمنة ما كاينش في بلاصة الأثمنة في السوق أسبوعيا رخا كاين رخا كاين رخا ثمن مناسب كنجي من الدار البيضاء يجي من تطملي يجي من الحي الحسني يجي من كل من عين السبع سيدي حجاج تتميز ما تلد بيه حنا بطوار لا والو حنا محنين دابا حنا من الدروة كنجيبو لهنا ماشي حاجة عيب حنا كنضيعو الدراري كيضيعو الحمد لله خويا الثمن ديال ما مرفق كاين 11 درهم 60 درهم الدراوش حنا باغينا نعيشوا بحال الدراوش كلشي ياكل الدراوش والغني ياكل والحمد لله ودي امر ديال تجي ربي سبحانه